ونحن نحرص على إقامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوف الفضل بلادي عندنا قال بسكر فخر واعتزاز يا بلادي الحدث اللي صاير اليوم طبعا هو تسليم الثوار مصلحة ومؤسسة سجن عين زارة إلى الجهات المختصة اللي هي الشرطة القضائية ووزارة العدل، وذلك لتفعيل النيابة وتفعيل القضاء. قد زارنا المسؤولين في الدولة ورأوا شغل التوار في هذه المؤسسة ورضوا عنه كل الرضا، وزارتنا مؤسسات حقوقية والصليب الأحمر وغيرها وكلهم أثنوا على هذه المؤسسة وعلى إدارتها وعلى التوار القائمين بها.